ذكرت أيضاً أنت بن باز، في مواقف صارت بينك وبين بن باز؟ رحمة الله عليه. أنا حضرت له محاضرة، لو تتخيل فين؟ وين؟ في جمعية الثقافة والفنون. أوه، محاضرة بن باز في جمعية الثقافة والفنون. عام كم دي المحاضرة؟ تذكر؟ يا مثلا الله يرحمه فيصل، الأمير فيصل بن فهد كان أخذ زمام المبادرة، قال جربوا ادعوه. فطلع المذيع، احنا قاعدين، قال نرحب بالشيخ العلامة، بن باز في جمعية الثقافة، ما جاب سيرته، ما قال والفنون. يعني إجلال له كرامة له. طلع الشيخ بن باز بحاضر، ايش قال بعد الحمد والصلاة؟ قال مرحبا بكم الليلة في جمعية الثقافة والفنون. الشيخ قالها. الشيخ قالها. المقدم ما قالها والشيخ قالها. وبدأ أتى على ذكر الأغنية اللي تتغنى في تلك الفترة، قال هذه أغاني خليعة، وأغاني معظمها خليعة، ومعظمها لا تمت إلى الرجولة بشيء، ولا تمت إلى هذا، فين الشعر القبل العربي القديم؟ طبعا حافظ، هو المعلقات حافظها كلها، الشعر العربي القديم كله حافظه، شعراء العرب ما قبل الإسلام حافظها هذه كلها، هذه اعتنوا بها، هذه التفتوا إليها، هذه خذوا منها، خذوا من أصالتها، خذوا من رجولتها، خذوا من فعولتها، خذوا من، يعني كانت محاضرة رائعة جدا.